خلينا بقى نتابع مع حضراتكم زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا سلا حامد من مقر النادي دلوقتي موجوده بالجزيره. سلا صباح الخير عليكي، متصبح عليكي انا وكريم وكل دلوقتي متابعي 10 الصبح في الاهلي، اتفضلي. يا صباح الفل، بصبح عليك انا هوند وبصبح عليك كريم طبعا، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار اللي متعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه، يعني سواء الفريق الاول لكره القدم او النشاط الرياضي. وخلينا الاول ابتدي بخصوص الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، وبعد رحله طويله من تنزانيا الفريق او البعثه وصلت امبارح الساعه 1:30 صباحا، ويعني النهارده ان شاء الله الفريق هيكون في راحه سلبيه من التدريبات النهارده وبكره، وهيعودوا مره اخرى للتدريبات يوم الجمعه. التجمع هيكون الساعه 2 والتدريب هيكون الساعه 3 على ملعب مختار التتش. خلاص لاعبي النادي الاهلي قفلوا صفحه بطوله افريقيا وهيركزوا فيما هو قادم، المباراه القادمه في بطوله الدوري امام طلائع الجيش، المباراه هتقام يوم الاحد ان شاء الله الساعه 7:30 على ملعب استاد الاهلي والسلام في الجوله 14 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ده بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلينا نروح لأخبار النشاط الرياضي، وهبتدي بالفريق الأول لكرة السلة سيدات تحت قيادة الكابتن علي هاشم بعد فوزهم على نادي سموحة في المباراة الماضية، ويعني كانوا في راحة سلبية أمس، النهاردة إن شاء الله هيعودوا مرة أخرى للتدريبات الساعة 6 على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر بدلا من صالة الشهداء بمقر النادي. ويعني نقلوا التدريبات من صالة الشهداء لصالة الشباب والرياضة عشان لاعبي النادي الأهلي أو لاعبات النادي الأهلي يعني يتعودوا على أجواء المباراة ويستعدوا بشكل قوي جدا للمباراة القادمة واللي هتكون يعني أمام نادي سبورتينج يوم السبت القادم. مباراة مهمة، مباراة صعبة هتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي سبورتينج، وهتكون المباراة دور النهائي في بطولة كاس مصر، هتقام أيضا على نفس الصالة صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر الساعة 7. ويعني قرر الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق إن هو هيكون في تمرين النهاردة وبكرة كمان، ولكن بعد التمرين بكرة الفريق هيدخل في معسكر مغلق، وقرر إن هو يصطحب معاه 15 لاعبة في المعسكر من الفريق، وهيكون يعني كمان متواجدين الغيابات اللي انا يعني قلت عليها اخر مره وهم نور علي طلعت ونادين سلعاوي ومي حلوه. يعني نور علي طلعت بعد ما تعافت من فيروس كورونا هتكون موجوده خلاص بنسبه كبيره في المعسكر مع الفريق، ونادين سلعاوي بعد ما اشتكت من جزع فيه غضروف الركبه هتكون خلاص موجوده لان هي خلاص تعافت بشكل كامل. ومي حلوه يعني النهارده ان شاء الله خلال التمرين هتعمل زي تيست على رجليها، يعني بعد ما اشتكت من طبعا مزق في السمانه هتعمل تيست على رجليها خلال التمرين عشان نتاكد اكتر ونطمن هل هتقدر تشارك بصورة كاملة في المباراة أم لا. ده بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة السلة سيدات. خليني أروح لأخبار رجال السلة، والنهاردة إن شاء الله هيتمرنوا بشكل طبيعي الساعة 4 على صالة أمير عبدالله الفيصل بمقر النادي عشان يعني يستعدوا بشكل قوي لعودة المباريات مرة أخرى في شهر مارس الشهر المقبل، وأول مباراة إن شاء الله النادي الأهلي هتكون أمام الجزيرة في بداية الشهر، وده طبعا يعني المباريات كانت متوقفة بسبب مشاركة منتخب مصر لكرة السلة في تصفيات بطولة أفريقيا في تونس، وخلاص يعني المنتخب رجع امبارح من تونس والمباريات هتعود في بداية شهر مارس. ورجال الطايرة النهاردة ان شاء الله يعني هتمرنوا على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية الساعة 10 يعني يمكن التدريب بدأ دلوقتي، والفترة المسائية ان شاء الله هتكون الساعة 6، وده هيكون استعدادا للمباراة القادمة يوم الجمعة ان شاء الله امام نادي سبورتينج الساعة 4 ايضا على نفس الصالة دايما بيتمرن عليها الفريق صالة امير عبدالله الفيصل بمقر النادي. وسيدات الطايرة النهاردة ان شاء الله عندهم تمرين الساعة 5:30 على صالة الشهداء بمقر النادي، وبكرة كمان عندهم تمرين، وبعد التمرين هيتجهوا مباشرة لمدينة الاسكندرية لدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة القادمة امام نادي دلفي يوم الجمعة الساعة 4 العصر على صالة بايونيرز في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة.
يعني من المفترض يا نهاوند ويا كريم ان مباراه دلفي كانت تقام يوم الاثنين الماضي، ولكن يعني تم تاجيلها من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره ليوم الجمعه. فالفريق ان شاء الله يعني هيسافر بكره استعدادا للمباراه. ويعني استكمالا لاخبار جميع الفرق الرياضيه، كمان خلينا نتكلم شويه عن كره اليد. ورجال اليد النهارده ان شاء الله هيختموا خلاص استعداداتهم لمباراه غد امام نادي الاولمبي المصري، والمباراه يعني اللي هتقام الساعه 6 على صاله حسن مصطفى في بطوله الدوري. وسيدات اليد يعني بعد فوزهم امس على نادي الطيران في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر بنتيجه 40-17 كده خلاص يعني سيدات اليد هيكونوا حجزوا مكانهم في الدور النصف النهائي من البطوله. وكمان يمكن كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق خلال تصريحاته امس يعني اكد ان هو وعبر عن يعني سعادته بالمباراه وباداء الفريق، لان هم ادوا يعني اداء قوي جدا وعرض يعني متميز من لاعبات النادي الاهلي، ويعني ده ظهر على مدى الشوطين وعلى المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي، فهو كان سعيد جدا بالاداء. ويعني اكد انه ان شاء الله البطوله يعني هتكون من نصيب النادي الاهلي، وان هم جاهزين بشكل كبير جدا لحصد لقب البطوله. مش بس كمان سيدات اليد هم اللي يعني امبارح فرحونا وحققوا الفوز، كمان الفريق الاول لكره الماء بالنادي الاهلي حققوا الفوز امس على نادي الزمالك بنتيجه 7-6 في بطولة الدوري. والمباراة اللي أقيمت بنادي هليوبلس امبارح يعني فازوا وقدموا أيضا يعني عرض قوي جدا وأداء متميز على مدى الشوطين. وكان برضو يعني المدير الفني كان سعيد جدا بأداء كل لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة. نهاوند يا كريم، دي كانت أهم وأبرز الأخبار والأجواء كل الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي. أنا طبعا معكم لو في أي سؤال، ولا أنا العودة مرة أخرى للاستوديو. بنشكرك جدا يا سلا على التغطية دي، شكرا ليك.